أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من وحي ملاحم غزة ينطلق الإنسان لكي يعيش مع إخواننا هذه النفحات الإيمانية المنبعثة من غزة العزة. ومن وحي مقاومة الكلمة لكل من يريد أن يقبر الحقيقة وأن تتم فصول المجازر بغير شهود، كان لابد أن يكون لي كلمة أيضا في هذا الذي حدث لإخواننا الصحفيين ناقل الحقيقة في شخص الدحداح أو الدحدوح وائل الدحدوح. فمن وحي حدث استشهاد حمزة ابن وائل الدحدوح، تقبله الله في عداد الشهداء، وقد سبقه إليهم أمه وأخوه وأخته وابن أخته والكثير من هذه العائلة، كما هو شأن جميع أبناء غزة لا فرق. لكن اليوم نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن مصاب الأمة في أعظم سلاح أصبحت تواجه به الأعداء في زمن مديد استفرد العدو بالساحة الإعلامية ينقل الخبر الذي يريد ويقنع الآخرين بعدالة قضيتهم الظالمة، فيحولون العدو إلى حمل وديع، وهكذا صدقوا تلك الرواية والقصة السردية للعدو عبر الإعلام الذي سيطر عليه رضحا من الزمن، ويحول الإعلام والكلمة التي سيطرت عليها العقلية العدوانية لأعداء الله، يحول هذا المظلوم، هذا الذي تنتهك أعراضه وتستباح أرضه ودماؤه، إلى عدو وإلى إرهابي. ولذلك نقول وبالله التوفيق. أولا، لا أدري إن كنت أعزي من الغرب الإسلامي هذا الصحفي المرموق في فقدان عائلته كما عزينا جميع إخواننا، أو نهنئه على الأقل على هذه المنزلة الرفيعة التي أصبح يتبوأها في العالم الإسلامي في عالم الكلمة والإعلام، متفردا على عرش من تبنى الحقيقة في فضح عدوان الأعداء في زمن أريد للحقيقة أن تقبر ولا يراد لها أن تكون بإذن الله سببا من أسباب إساءة وجه العدو، لقوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. فإساءة وجه هذا العدو إنما تتم عن طريق الصحافة، عن طريق هذا الأسلوب الحضاري الذي أصبح في غزة يؤدي مهمة رغم الأشواك ورغم كونه يتحرك في حقل من الألغام. ثانيا، أقول من وحي اسم الدحدوح تذكرت الصحابي الجليل أبا الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قال له عليه الصلاة والسلام: ربح البيع يا أبا الدحداح. وذلك لأن أبا الدحداح رضي الله عنه حينما أنزل الله قوله تعالى في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان أحب ما يحب هو حائط له
فيه عشرات بل مئات من النخيل ذات الجودة في الإنتاج، ذات التمر ذي الجودة الرفيعة. فجاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، حينما أنزل الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن أحب ما عندي هو هذا الحائط، فهو لك، افعله حيث ترى. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا الدحداح. والعجب العجاب أنه حينما راح إلى حائطه دون أن يدخل إليه نادى: يا أم الدحداح، من خارج صور الحائط. فقالت: لبيك أبا الدحداح. قال: ليس ملكنا هذا، أي لم يعد في ملكنا، فقد أعطيناه لله ولرسوله، لأن الله تعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح، حبا وكرامة. فحينما ذكرت الدحدوح مع الدحداح ورأيت أن أبا الدحداح رضي الله عنه اشترى الجنة بحائط من التمر الجيد، فهذا اشترى بإذن الله، وأسأل الله أن يحقق له ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. اشترى رضوان الله والجنة، نسأل الله أن يكون أهل غزة جميعا من أهلها، والمسلمين في أصقاع الدنيا من أهلها. فقد اشترى بإذن الله تعالى هذه المنزلة الرفيعة التي كتبها الله له في قلوب المسلمين في كل الأرض. هناك تلك المنزلة الرفيعة، وحينما رأيته يعزي نفسه بكلمات في استشهاد ابنه حمزة، يقول له: اهنأ، اهنأ بجوار رسول الله، بجوار الأنبياء، بجوار الصحابة، بكلمات موقنة أو بيقين المؤمنين وبإيمان الموقنين. علمت بإذن الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الثانية. أما الثالثة من وحي الدحدوح أيضا، أذكر هذه القصة من تراثنا، فإن عالما من العلماء كان في صحبة أحد الأصدقاء في رحلة، فمر على فلات فوجد شيخا لا يواريه شيء، وإنما يبيت في العراء، وهو أعمى لا يرى، وكسيح لا يتحرك. وسمعوه يسبح بهذه التسبيحات: الحمد لله الذي أنعمت علي بنعم لم تنعم بها على أحد مثلي. فنظروا إليه فلم يجده أبدا يبيت تحت سقف، إنما على الرمل. ثم عيناه قد فقد نورهما وهو لا يستطيع الحراك وليس معه أحد. فاقترب منه العالم فقال: يا رجل، سمعناك تحمد الله على نعم ما أنعم الله بمثلها على أحد من بعدك ومن قبلك، فما هي هذه النعم ونحن نراك كسيحا لا تتحرك، أعمى لا تبصر، وأنت في هذه الفلات لا يسترك سقف ولا يواريك فراش؟ فقال: نعم، أنعم الله علي بنعم لم ينعم بمثلها أحدا من خلق الله تعالى. قال: ما هي؟ قال: رزقني الله لسانا ذاكرا، الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، وقلبا شاكرا، يشكر الله على هذه النعم، وبدنا على البلاء صابرا، وقد أصيبت اليد هي أيضا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعم تترى. فكم من محنة في طيها منحة ولا يعلم مقدارها إلا من ذاق حلاوة الإيمان. إن الإمام أحمد لما كان يجلد
كان يبتسم وتلامذته يبكون. فلما أنهى الله تعالى هذه الأزمة وعاد إلى حياته الطبيعية قالوا يا إمام إنا مما نستغرب له أننا وأنت تحت السياط نبكي تأثرا بما يصيبك وأنت تبتسم. قال أنتم كنتم ترون يد الجلاد وأنا كنت أنظر إلى يد الجواد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك فإن الإنسان يسيل لسانه ذكرى ويتدفق قلبه إزاء نعم الله شكرا ويتجلد البدن بما يبتليه الله به وصبرا. فقد أوتي اللسان الذاكر والقلب الشاكر والبدن على البلاء الصابر. فتجسدت بإذن الله تعالى هذه المعاني التي كنا نقرأها عن سلفنا الصالح في حامل لواء الكلمة في غزة الدحدوح وأصدقائه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المسألة الرابعة أتكلم بإذن الله تعالى عن الكلمة وخاصة الصحافة الإلكترونية المكتوبة المنظورة المصورة المتلفزة. هذا الأسلوب والوسيلة التي تنقل الحقيقة بكل لغة وبكل طريقة حتى تعم الحقيقة العالم. فلا ينبغي أبداً أن تحجب الحقيقة على الإنسان، وإلا عاش عياذاً بالله لا يميز الصادق من الكاذب، ولا يميز العدو من الصديق، ولا يميز الظالم من المظلوم. فكان هؤلاء يقفون على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. هذا الرجل الدحدوح أنتم تعرفون أنه قد أصيب بيده وطلبت منه الجزيرة وخاصة دولة قطر على أعلى مستويات أن يخرج من غزة من أجل أن يداوى، ثم توفر له كل الشروط المادية والمعنوية حتى بإذن الله تبارك وتعالى يعالج، وحتى يتم إن شاء الله تعالى إنقاذه كما يقولون من عدوان مبيت بلغهم أن ذلك موجود في أجندة الأعداء وأشاروا به إليه، بل حدثوه عن ذلك كما سمعت عند أحد الصحفيين يقول لكنه آثر أن يظل في تلك الأرض وأن لا يغادرها. وكما قال وهو يشيع ابن حمزة هذا طريق اخترناه عن طواعية، اخترناه عن طواعية، فلو فتحت لنا من 100,000 باب لما اخترنا عليه أبدا أبدا، لن نختار على ما اختاره الله لنا أن نكون بين أبنائنا في هذه الأرض نابتين ثابتين وللحقيقة ناقلين ولأعداء الله فاضحين ولوجوه أعداء الله مخزين مسيئين كما ورد في كتاب رب العالمين من سورة الإسراء المكية الطيبة ذات الآيات والبينات المباركات. لا إله إلا الله. فحينما نلتفت إلى الصحافة اليوم عندنا ثم نحاول أن نقارن نقول أعوذ بالله، أتقارن بين الثرى والثريا؟ أين هي الصحافة التي تنقل الحقيقة؟ أين الإعلام الذي ينقل آلام الأمة وآمالها لأولئك الذين يعيشون في أبراج من العاج يطلون على شعوبهم من علي، لا يحبون أن يسمعوا أبدا أبدا إلى نبض شعوبهم؟ ما الذي يريدون؟ هذه الدول منهم من تمنع حتى من الشعب أن يخرج مجرد الخروج لكي يصرخ في وجه العدوان، لكي يقول اللهم إن هذا منكر. إن الصحافة قد انتكست إلا ما شاء ربك إلا من رحمه الله، وقليل ما هم. فإن الدحدوح هذا وائل الدحدوح أصبح يمثل صدق الكلمة، وأين في مكان محفوف بالخطر، وأين في الأرض المباركة، وأين في رباط عسقلان في غزة العزة. فشاء ربك أن تكتب ملحمة الطوفان
مقرونة في الإعلام بآئل الدحدوح وغيره من الرجال. وقد سمعت لتامر المسحال أحد هؤلاء الصحفيين الذين كانوا ينقلون أحداث العدوان في السنوات السابقات على غزة، قال: إن هذه الأرض ليست فيها جبال ولا وديان، وإنما فيها جبل اسمه وائل الدحدوح. لا إله إلا الله. فأصبح الناس في العالم يعرفون حقيقة الأوضاع وما يقع لإخواننا عن طريق هذا الإعلام الصادق الصابر ثابت بتثبيت الله إياه. وهكذا نريد الصحافة، فهو درس، درس للصحافة وللصحفي الإعلامي الذي يخدم قضايا أمته، الذي لا يباع ولا يشترى، الذي لا يتصيد الفرص من أجل أن يشارك والعياذ الكثير من أهل الهوى وأهل المآرب والمصالح الضيقة القصيرة يشاركهم إياها، فيبيع الحقيقة بل يذبح الحقيقة على حافة المصالح. لا إله إلا الله. المسألة الخامسة: إنما يقع بإذن الله في غزة وخاصة في عالم الصحافة التي يمثلها وائل الدحدوح يسائلنا نحن ماذا قدمنا لإخواننا، فنتصاغر ونتضاعل أمام ما يقدمه أهل غزة رجالا ونساء ومقاومين وأطفالا، لا إله إلا الله، وإعلاميين. فنحن نتضاعل ونتصاغر ونرى كم نحن صغار أمام هؤلاء الذين يصنعون التاريخ ويغيرون مجرى التاريخ. فلهذه الأحداث ما بعدها، إن سادسا إن ما يقع هنالك وخاصة للإعلاميين الذين وصل عدد الشهداء منهم أكثر من 100، أكثر من 100، لا إله إلا الله، يسائل حكام العرب والمسلمين الذي لم يتحركوا لحد الآن لنجدة الأطفال والنساء. كل هؤلاء لم يحركوا جفنا في حاكم عربي مسلم يقول كفى كفى. الله أكبر، لا إله إلا الله. هل هذا نوم كنوم أهل الكهف، أم أنه موت كموت عزير 100 عام، أو شيء آخر؟ أفيدونا. سابعا، إن هذا الذي حدث هو بإذن الله يسائل المخذلين والمثبطين والمعوقين ومرضى القلوب والمنافقين الذين لا زالوا منهم يشمتون في إخواننا ويتحدثون بلسان غريب وهم من أبناء جلدتنا. ألا يستحيون؟ ألا يستحيون؟ ألا لحسابهم يراجعون؟ ألا لأمتهم يعودون؟ أم أنهم في هذا الطريق والعياذ مستمرون وإلى حتفهم وهلاكهم يسيرون؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وثامنا وأخيرا وليس آخرا، إن هذا الذي يقع يسائل قضية حقوق الإنسان التي طالما دوخونا بها وقصفوا أسماعنا، حقوق المرأة. ايوه، المرأة الفلسطينية الغزاوية أين حقوقها؟ حقوق الطفل، حقوق الصحافة، حرية الصحافة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه بعض الارتسامات حول ما حدث لأخينا وائل الدحدوح. نسأل الله تعالى سبحانه أن يربط على قلوب أهل المصابين، فالمصاب جلل والفراق صعب،
ولا يتحمل إلا من أعانه الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ورحم الله تبارك وتعالى شهداءهم وأنالهم المنزلة العليا بجوار نبينا عليه الصلاة والسلام، وشافى جرحاهم وداوى مرضاهم، ونصر الله تعالى المقاومة نصرا مؤزرا بعز عزيز يعز الله به الإسلام والمسلمين، وبذل ذليل يذل الله تعالى المتآمرين الظالمين المجرمين المعتدين، وما يعتنقونه من فكر ومنهاج والعياذ بالله باطل. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.